وحول هذا الملف معي من رام الله مراسلنا فراس لطفي. فراس، مزيد من إطلاق طبعا الرصاص الحي من قبل الجانب الإسرائيلي على الفلسطينيين، اليوم 2 من القتلى الفلسطينيين، يعني ما بعد هذه القصة، كيف حدث هذا الأمر؟ يعني حسب ادعاء الجيش الإسرائيلي وبيانه بأن سيارة مسرعة قامت بإطلاق النار على الحاجز العسكري المغلق إلى الجنوب من مدينة نابلس، حاجز حوارة، مما حدا الجنود المتواجدين على الحاجز بالرد بإطلاق النار على هذه السيارة، فتم قتل عماد أبو رشيد 47 عاما ورمزي زبارة 35 عاما وهما من مرتبات الدفاع المدني الفلسطيني، وأصيب ثالث حالته مستقرة. هذا ادعاء الجيش الإسرائيلي. وقام أيضا بإطلاق النار على سيارة أخرى وأصاب فلسطينيا آخر تم اعتقاله بعد أن أصيب وهو يتلقى العلاج في أحد المشافي الإسرائيلية. هذه الرواية الإسرائيلية قوبلت برواية فلسطينية بأنه لم يكن هناك أي إطلاق نار أو أي سلاح في هذه السيارة، وأن ما جرى هو عملية إعدام ميداني خارج القانون، وأن هذا فعل من دولة إرهاب ودولة عنصرية منظمة. هذا في بيان وزارة الخارجية الفلسطينية. أما بيان رئيس الوزراء فاعتبر أن ما جرى هو سلسلة من الجرائم التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، حمل حكومة إسرائيل المسؤولية وطالب المجتمع الدولي بضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. هذه الحادثة اليوم ماجد يعني تأتي بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تخفيف الحصار عن مدينة نابلس وفتح حاجزين فرعيين من أصل 6 حواجز مغلقة منذ أسبوعين ونصف حول مدينة نابلس. وهذا القرار قوبل بانتقاد كبير من الصحافة الإسرائيلية، من رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية داغان، الذي قال بأن فتح هذه الحواجز الفرعية سيزيد من احتمال تنفيذ عمليات إطلاق نار وعمليات انتقامية. نذكر هنا بأن يعني المنظومة الأمنية الإسرائيلية، الشباك والجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تتوقع بحسب إنذارات ساخنة أن يكون هناك عمليات إطلاق نار، خاصة في يوم الانتخابات الإسرائيلية في 1 نوفمبر المقبل. وبالتالي نحن نتحدث عن حالة متصاعدة من الوضع الأمني في شمال الضفة الغربية. نذكر هنا بأن هناك قتل منذ بداية العام حتى الآن ماجد 190 فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا رقم غير مسبوق منذ 16 عاما. من رام الله مراسلنا فراس لطفي، شكرا لك فراس.